حضرتك بتكلم بيه لجمال تاني النهارده. دلوقتي معانا في اتصال بالعظيمه والمحترمه والقيمه والقامه السيده العظيمه منيره اباظه شقيقه الراحل رشدي اباظه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بيكم. منورانا يا بنت الاصول والاصل. الله يخليك، متشكره قوي قوي، ومنوركم الدكتور عبد الحميد اباظه بصراحه، يعني منور الشاشه كلها. طبعا الله يبارك فيك. بيتبارك استوديو النهارده طريقي بوجوده. الله يخليك يا دكتور عبد الحميد، يعني قامة وقيمة، يعني بصراحة يعني فوق ما حد يتخيل. هو يمكن سمعني دلوقتي يا دكتور عبد الحميد. اه سامعك طبعا يا منيرة، متشكر. يا حبيبي يا دكتور عبد الحميد، ربنا يخليك. يعني البني آدم من زي ما بقول قامة وقيمة وأخلاق، والواحد مهما اتكلم على الدكتور عبد الحميد أباظة مش هيقدر يوفي له حقه من كل حاجة. الدكتور عبد الحميد ليه مواقف جميلة جدا جدا مع الناس كلها. يعني الحقيقة مواقف معايا أنا شخصيا، أولا لا يمكن الدكتور عبد الحميد بيرد أي حد يلجأ له في حالة إن هو قدر إن هو يساعد أي بني آدم، وده على إيدي أنا، يعني أنا يعني هو ابن عمي الغالي. ربنا يبارك فيك، الله يخليك. يعني دكتور عبد الحميد الحقيقة يعني الواحد بيقول الحاجات اللي فعلا شايفها منك. ربنا يخليك يا فندم. دكتور عبد الحميد من الناس اللي هي من الدكاترة اللي أنا بحترمهم، وهو بيحترم المرضى بتوعه وبيحترم المكانة بتاعته، بأنه أنا لو رحت له أنا قربته في أي وقت، لا يمكن أدخل غير في دوري أنا، ودي حاجة أنا بحترمها فيه، لأنه ده كده فعلا وأنا قربته. هو بقول لكم بس دي فعلا حاجة أنا بحترمها جدا جدا فيك يا دكتور عبد الحميد، لان دي قليلا ما الواحد يلاقيها مع الدكاتره. ربنا يبارك فيك يا ستي. فعلا يعني وخساره ان هو الدكتور عبد الحميد ان احنا ما يديناش اكتر واكتر واكتر من خبرته ومن اخلاقه. فهقول ايه يا دكتور عبد الحميد، مهما اتكلمت عليك مش هقدر اوفيك حقك يا دكتور عبد الحميد. متشكر يا منيره جدا، كتر خيرك. واحنا بنأيد يعني كلامك، بنأيد كلامك يا فندم. انا هقول الواقعة ويشهد الله على ما اقول. انا يعني كان الاستاذ مدحت رئيس التحرير بيعمل تنويهات عن الضيف اللي هيشرفنا قبلها بيوم، فانا صحاني امبارح الجمعه واحد الساعه 8:30 الصبح بتليفون، قال انت هتستضيف المحترم سلام ليه دكتور عبد الحميد، ده ابن اصول واصل، ده هو حبيب الناس كلها، ودي سيرته العطره اللي هي يعني ده رصيده الحقيقي اللي بنتكلم فيه، مش الانسان اللي كل وشرب واتجوز وخلف وتوفاه الله. طب فين البصمه؟ فين العلامه؟ فين السيره الحلوه؟ زي ما حضرتك بتكلمي، انا عارف ان حضرتك مش بتكلمي من منطلق ان ابن عمك بس، لا ده تاريخ وحقه يذكر. انا بتكلم من منطلق ان هو دكتور محترم، دكتور عظيم. صحيح. انسان قبل ما يكون دكتور. يا ستي ربنا يخليكي. بقول لك بمنتهى الامانه اللي في الدنيا. متشكر يا منيره جدا، كتر خيرك، متشكر. شكرا يا فندم على اتصالك، نورتينا وشرفتينا وسعداء بسماع صوتك. متشكره قوي قوي قوي، الدكتور عبد الحميد منور المكان. ميرسي يا فندم. وانتم كلكم منورين المكان. شكرا يا فندم. ربنا يبارك فيكي، متشكر.